اهلا وسهلا فيكم حبايبي في فيديو جديد. اليوم تجارة الذهب. ليش اسمها تجارة الذهب وليش سميتها تجارة الذهب؟ لانه اللاعبين معنا اليوم سعرهم 400 ل 700، واقل لاعب راح تبيعه ب 1000 كوينز ل 1500، وفي ناس بتوصل ل 5000 تنباع بالماكس. على حسب، في لاعبين لما التحدي بيطلبها بتطير بالسوق وما بيضل منها، وكل هدول اللاعبين اللي ذاكر لكم اياهم بالفيديو راح يطيروا وراح يعدوا ال 1000. ولكن الموضوع محتاج شوية صبر منك وانك تهدى على اللاعبين. فاذا انت ما عندك مكان بالنادي او ما عندك مكان بالسوق، خد من اللاعب نسخة أو نسختين فقط لحتى ما يصير عندك زحمة. ممكن اللاعبين ينباعوا بكرة مع الماركي، وممكن اللاعبين يضلوا وأنت حر أصلا. إذا بدك تبيع بمكسب بسيط بتقدر تبيعهم كلياتهم بكرة. يعني بكل بساطة، اليوم رح نشتري هدول كل اللاعبين، في منهم رح يغلوا، في منهم ممكن يغلوا 100 أو 200 كوينز، فمكسبهم رح يكون بسيط. إذا أنت راضي بهذا المكسب بيع، إذا مالك راضي اتركهم بالنادي وانساهم لبين ما يغلوا، وانزل بجروب التجاره تبع الواتس. فاذا اول مره عم تشوفني، انزل اشترك بجروب الواتس ضروري، لانه في تجارات على طول، كل يوم او يومين بنزل تجارات مجانيه. طبعا اذا انت ما بتعرف اي شيء بالتجاره وجديد بالتجاره، فانزل اشترك بجروب المشتركين من تحت، حاكينا على الخاص وقال لي بدي الخصم من 10% لجروب المشتركين اللي بيشمل سنايب تول مجانيه بالكامل وشرحها بالكامل. يعني اذا انت ما بتعرف اصلا شو يعني سنايب تول، وما بتعرف كيف تصيد اللاعب، اذا كان ب 10000 تصيده ب 7000 بدون اي تدخل منك، انزل حاكيني، وكل هذا الشيء خصم 10% تقريبا بسعر ال 50000 كوينز فقط. بتقدر تشترك معي الشهر كامل وتاخد السنايب تول مدى الحياه. متواجد كل طرق الدفع، فودافون كاش، اتصالات كاش، باي بال، فيزا كارد، ماستر كارد، اي طريقه دفع بدك اياها موجوده. والتجاره كل يوم كل يوم في تجارات جديده على جروب المشتركين وسنايب تول وفلاتر متواصله. يعني كل هذا بتاخده فقط بسعر 50000 كوينز لمده شهر، والسنايب تول بتضل معك مدى الحياه. طبعا هدول هن اللاعبين راح ابلش فيهم واحد واحد ونشوف اسعارهم بالسوق بسرعه. كل اللاعبين الجولد النورن ريل، يعني اللي ما بيلمعوا، بتقدروا تاخذون على 400 حاليا، لانه السوق حاليا سعره منهار. يعني واحد مثل سميث روي ممكن يكون 400 وممكن يكون 450، 500 كوينز بتقدر تاخذه مزايدات، او اذا بدك تشتريه ب 500 بس مربحك راح يكون اقل. اذا بدك تصيده بتقدر تصيده. هاري بارنس، هارفي بارنس تبع ليستر سيتي، 500 ما في، صار حاليا بالسوق 600، بتقدر انت تاخده مزايدات ب 350 و400 وما حدا بيدقك لانه ما عليه طلب. بوين لاعب ويست هام، ايضا من اللاعبين اللي جيدين جدا، وعلى فكره راح يغلى كتير لانه ساكا اصلا مقطوع من الباكات، فهو تقريبا الريت الانجليزي اللي بالدوري الانجليزي لوحده الغالي، سعره بالسوق 800، بتقدر تاخده انت عن مزايدات 600 و550. فايلي رير، فحاليا تقريبا سعره بالسوق 750 لانه ما في اي تحدي بيطلبه. بالضبط، انت بتقدر تاخذ مزايدات 650 مثل ما لكم شايفين، وقت نزول تحديات بينباع ب 2000 كوينز اقل شيء. كوتينيو، ايضا كوتينيو ب 750 بتوقع. سعر كوتينيو بالسوق 900، بتقدر تاخذه 700 750 800 مزايدات، هو وماديسون ولوكاس باكويتا، الثلاثه بنفس المركز وبنفس السعر. بنفس المركز ايضا عندنا بابلو فورناليس، ولكن هذا جولد نون ريل نون رير، فانت بتقدر تاخده بسعر ارخص شوي من هدوليك. فورناليس سعره 750 وتقريبا في تحدي نزل وانا عم صور الفيديو، لهيك اسعار اللاعبين غليت شوي. واندرياس بيريرا نفس السعر، وجيبس وايت نفس السعر، بتقدروا تاخذون على 500 كلاتهم، هدول ثلاثه مزايدات، وهدول ثلاثه بتقدروا تاخذون على 750 و800 مزايدات وراح يغلوا. اداما تراوري كمان بتقدر تجيبه بالميني، سعره الميني حاليا تقريبا بالضبط، بتقدر تاخذه على 650 مزايدات بكل سهوله، او اذا ما بدك تعب حالك ب 700 شراء فوري. بيدرو لاعب جدا 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 مهم، حاليا سعره تقريبا يعني ممكن يكون 550 600، بتقدر تضل على 450 و500 ايضا مزايدات، لانه جدا 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 مهم. يعني هو الجناح الوحيد الاسباني برا الدوري الاسباني تقريبا، طبعا قصدي على الطرف اليسار. على الطرف اليمين عندنا بابلو سرابيا، وايضا لاعب ممتاز جدا ومهم جدا، سعره حوالي 450 500 كوينز بالضبط، بتقدر تضل على 350 و400 كوينز بالبيد. عندنا ايضا هذا المدافع اللي اسمه بيتريك، ايضا اسباني، بتقدر تاخده ليكو بمزايدات ب 400 وشراء فوري ب 500، ولكن نحن بناخذه مزايدات لحتى نربح اكثر من المربح العادي. وهذا ايضا نفس السعر بالضبط لانه نفس الدوري ونفس الجنسيه، ل 450 لل 500. اسبليكويتا غالي شوي، ولكن لما بيطلبوا تحدي بيكون رائع جدا، تقريبا حقه بالسوق 800، رخص شوي ب 800. ايه انت بتقدر تاخذ على 650 و700، وبتقدر تصيده اذا معك سنايب تول وبتستفاد من سنايب تول انا بقول عليها، وبتقدر تجيبه ب 400 و450 بسهوله. بلس او بلس هذا ممتاز جدا ايضا، من اللاعبين اللي بالدوري الفرنسي كام كتير كتير قلال، فخلينا نشوف سعره حاليا 650، انت بتقدر تاخذه على 500 450 مزايدات، هو وعوار بنفس السعر.
تشامبرلين ممتاز جدا 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 جدا، نزلت لكم اياه الاسبوع اللي فات، كان 750 وصل ل 1500 كوينز، ويعني ما كان عليه كثير طلب ووصل ل 1500. فانت بتجيبه 650 و700 مزادات او شراء فوري مثل ما شفتوا في منه بالسوق. ديوب ممتاز جدا، ولكن يعني في لاعبين بدك تصبر عليهم، وهذا اللاعب كان بينباع ب 3500 و4000 من اسبوع تقريبا، حاليا ب 500، خذ منه نسختين ثلاثه خليهم بالسوق واتركه لوقت يغلو. ذكرت لكم 20 لاعب بالفيديو، لاعبين ممتازين جدا، حبيت الفيديو يكون سريع، مجهز لكم الفيديو، قلت لكم على اسعار الشراء، وقت البيع بكره وقت نزول الماركي بتتاكدوا من كل الاسعار، بيكونوا اغلبهم غليوا لانه الماركي هذول اللاعبين افضل لاعبين للماركي، جنسيات مختلفه، دوريات ممتازه، جنسيات ممتازه، دوري ممتاز، جنسيه مختلفه عن هذا الدوري، فكل المواصفات انك يكونوا لاعبين تحديات فموجوده فيهم. هذول اللاعبين مو بس لليوم ومو بس لهذا الاسبوع، لكل اللعبه اصلا. يعني اذا بتقدر تجيب 100 نسخه من كل لاعب ما تقصر، ولكن ما راح تقدر تفتح باكجات وراح تختنق شوي لانه السوق مقفل عندك، وهذا الشيء يعني انا بيخنقني لوحدي، يعني بتصير معي. فلهيك لازم يكون عندك صبر لما تجيب هدول اللاعبين، يا اما بتجيب نسختين ثلاثه بتتركهم بقائمه المزايدات وما بت... ما ما بتدوس ار 2 مشان ما يعني يضلوا بقائمه المزايدات، بتتركهم هون يعني، يا اما بتحطهم بالسوق اذا السوق عندك ماله مليان، ولكن انا السوق عندي مليان بكل الاكونتات فما بقدر اخذهم غير سنايب، او بتركهم بقائمه المزايدات لحتى اذا اجاني باكج اقدر. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى المغرب تفوز اليوم على فرنسا، وشكرا لكم. لا تنسوا تدخلوا بجروب المشتركين، صدقوني صدقوني راح تطلعوا ثمن الاشتراك من اول تجاره بتدخلوا فيها اذا ما استخدمتوا السنايب اصلا وطلعتوها بساعه او ساعه ونص لل 50000 كوينز. كان معكم احمد سلام من قناه سلاي سبورت، بتمنى تدعموا الفيديو لانه انا مالي ما عندي اي مقابل من الفيديوهات غير دعمكم انتم بس. شكرا لكم على المتابعه، كان معكم احمد سلاي، والسلام عليكم.